السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة عيون، نستهلها بأبرز العناوين. في خطابه الموجه إلى الأمة، جلالة الملك يؤكد أن سنة 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ تسوية نزاع الصحراء. وفي الرياضة، انطلاق فعالية الأبواب المفتوحة في رياضة الكاناي كاياك المنظمة بجماعة الشاطئ الأبيض بمدينة غرينيم. وفي النشرة أيضا، وصول مغامرين قادمين من دولة البرتغال عبر الدراجات الهوائية إلى شاطئ خم الواد بمدينة العيون. أهلا بكم وإلى التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد تشي جين بينغ بمناسبة عيد الشباب المجيد. وأعرب الرئيس الصيني في هذه البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والنجاح. وذكر الرئيس الصيني بالدينامية التي تشهد العلاقات الصينية المغربية منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى الصين سنة 2016، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق تفتح آفاقا وفرصا جديدة للتعاون الودي الثنائي. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى السيد بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني مقرنة بأصدق المتمنيات للسيد بوروشينكو بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الأوكراني الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء. نتوقف اللحظة مع قراءة في المضامين الهامة التي حملها الخطاب الملكي السامي في ذكرى ثورة الملك والشعب، ومن بينها ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أن سنة 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. تقرير غالي كرحي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب كان مناسبة لبسط الخطوط العريضة التي رسمها المغرب دفاعا عن ثوابته الوطنية وفي مقدمتها الصحراء المغربية، من خلال منهجية تميزت بالحزم والوضوح واللذين مكنا من وضع مسار التسوية الأممية على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام مناورات خصوم وحدتنا الترابية، وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وكذا قرار مجلس الأمن لأبريل الماضي. من بين المسائل المهمة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي هو التركيز على احترام المغرب للقوانين والأعراف، قوانين والأعراف الدولية، وذلك في تناغم وتجانس تام مع المبادئ الأساسية، من بينها مبدأ الوحدة الترابية للمغرب، واللي هو مبدأ من مبادئ الأساسي للقانون الدولي، وكذلك مبدأ المبدأ الأساسي اللي هو مبدأ حسن النية. والمغرب يشتغل في هذا المجال، انه يدافع عن ضرورة احترام هذا المبدأ ويدافع عن قضية الصحراء في هذا الإطار. كما أبرز جلالة الملك مرجعيات التسوية الخاصة بقضية الصحراء المغربية على المستوى الأممي عبر تثمين مبادرة الحكم الذاتي كإطار للتفاوض أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا جلالته الطريقة الاستباقية والتي دبرت بها المملكة المغربية أزمة القرقرات بهدوء وحزم، أفشل محاولات تغيير الوضع بصحرائنا المغربية ودفن وهم الأراضي المحررة التي يروج لها أعداء المغرب. الخطاب الملكي كان واضحا
وأكد أنها سنة الوضوح وسنة الحزم وسنة اتخاذ القرارات الكبرى على مستوى المغرب كما على المستوى الدولي. طبعا القضية الأولى هي القضية الوطنية، والمغرب انطلاقا من موقعه في إفريقيا، انطلاقا من موقعه في الاتحاد الإفريقي، لا بد إلا أن يجد حلا موازيا ومتوازنا للقضية الوطنية. الآن على المستوى الدولي الكل أصبح يطالب بتفعيل هذا المقترح، مقترح حكم الذاتي، على اعتبار أن الدول تتكتل، وعلى اعتبار أن البحث عن اقتصادات اقتصاديات مشتركة تتطور. كما شدد جلالة الملك بمناسبة الخطاب الملكي السامي للذكرى 64 لثورة الملك والشعب على تواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بالكيان الوهمي أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية والتي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى، زيادة على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي والتي شكلت إطارا لدحض الأطروحات الوهمية لخصوم وحدتنا الترابية. في شأن التنموي وبهدف تحقيق التنمية الجهوية المبنية على استثمار أفضل لموارد جهة الداخل وادي الذهب بما يخدم تحقيق الثروة وخلق انعاش اقتصادي، يشكل برنامج التنمية الجهوية للجهة محورا أساسيا ضمن برامج العمل الخاصة بالنهوض بالتنمية من خلال دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية على مستوى الجهة. كما سيسعى هذا البرنامج التنموي إلى تطوير القطاع بتشجيع الاستثمار السياحي. فجهة الداخل وادي الذهب تزخر بمؤهلات طبيعية هامة، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي والثروة السمكية والمؤهلات السياحية، مع إمكانيات احتضان أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة. التقرير التالي لبكار دريمي يقربنا أكثر من البرنامج التنموي لجهة الداخل وادي الذهب. 27 مليار درهم هي الغلاف المالي المخصص لبرنامج التنموي لجهة الداخل وادي الذهب، 13 مليار درهم مخصصة لمشاريع عقدة البرنامج، فيما خصصت 200 مليون درهم للنفقات الجهة، و13.8 درهم هي كلفة المشاريع التكميلية. برنامج التنمية لجهة الداخل وادي الذهب يضم 34 برنامجا مقسمة إلى 4 محاور تتعلق بجاذبية المجال بحوالي 13 برنامجا، منها 6 برامج في إطار الاختصاصات الذاتية ومحور التنافسية الاقتصادية ب 12 برنامجا، منها 8 برامج في إطار الاختصاصات الذاتية، ومحور التنمية الاجتماعية ب4 برامج فيما خصص المحور الرابع لتثمين الرأس المال اللامادي عبر 5 برامج، منها برنامج واحد خاص في إطار الاختصاصات الذاتية. ويتطلب تنفيذ 15 برنامجا الذي يدخل في إطار الاختصاصات الذاتية لجهة غلاف مالي يقدر ب 7.7 مليار درهم، وينتظر من برنامج التنمية هذا لجهة الداخل وادي الذهب أن يمكن من خلق 24,000 فرصة عمل في أفق سنة 2025. كما ينتظر من هذا البرنامج التنموي الواعد أن يجعل من الجهة قطبا اقتصاديا دوليا ومحطة لوجستيكية، بالإضافة إلى تبوء الجهة مكانة مهمة في القطاع السياحي الإيكولوجي. كما ينتظر من هذا البرنامج أن يثمن المنتجات البحرية وأن يعطي قيمة إضافية لها. إذن برنامج الداخل وادي الذهب يشكل فرصة جديدة وخريطة طريق في السنوات القادمة باعتباره رافعة اقتصادية لشتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. نبقى بالداخل، حيث أشرفت تعاونية شباب وادي الذهب على توزيع أعلاف مستخلصة من بقايا الطماطم والأوراق المجففة بعد أن أثبتت تحاليل والمختبرات للأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء جودتها وملائمتها للمواشي. مبادرة تسعى من خلالها التعاونية إلى تشجيع الكسابة من أجل اقتناء كمية من هذه الأعلاف وتسويق منتوجه.
هناك شراكة مع المكتب الشريف في مصفات في إنتاج السلوجات الطماطم والأوراق المجففة، وكنطلبوا من المؤسسة باش إنشاء معمل بمنطقة جيت وادي الذهب القوارع، لأن هذه الأعلاف صالحة للماشية. مختبر التحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء صالحة للبانها ولحومها. اليوم تم توزيع الأعلاف على الساكنة. وادي بوسافن ثروة بيئية وسياحية واعدة، شعار اختير لفعالية الأبواب المفتوحة في رياضة الكانوي كاياك التي نظمتها جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة والسياحة وجمعية الساحل للتنمية القروية بجماعة الشاطئ الأبيض بقليميمة تحت إشراف الجامعة الملكية لرياضة الكانوي كاياك، فعالية تروم التأسيس لهذا النوع من الرياضات البحرية بالمنطقة. وتفاصيله مع حافظ معدار علي الكبش ومحمد فاضل عبيدة. رياضة الكانوي كاياك رياضة عالمية وفق المتعارف تمارس في المياه الراكدة أو مجاري الأنهار القوية. كلمحة في الأول شتاء كيف؟ شروحات تفصيلية هنا حول آليات وطرق مزاولتها من أجل تشجيع ممارسة هذا الصنف الرياضي الأولمبي. دروس نظرية عكف عليها مؤطرو هذه الرياضة المرتبطة بالقدم مع تطور عبر الحقب التاريخية لتقريب ضوابطها من الناشئة. شفت الشاطئ الابيض جبني نلعبوا انشطه ديال نوايا كان كطربي في السوف ديال الدرع وكنتعلموا منها بزاف الحوايج. هاد كانوا كاياك عجبتنا بزاف مزيانه، وبغينا كل مره بقى نمارسوا هاد الرياضه. شارك في هاد اللعبه عجبتني بزاف بزاف. جينا هنايا باش ناطروا للشباب والاطفال هنايا وغادي نكونوا معاهم باش نوريهم ونعاونوهم ونوريهم كيفاش هاد الرياضه كتمارس، ونحاولوا نعطيوهم زعما كاع داكشي اللي كنعرفوا حنايا نوصلوا لهم بطريقه سهله باش هما ان شاء الله من ليله كان ان شاء الله نتمنوا لهم الخير ويكون عندهم النادي ديالهم يكونوا هما عارفين كيفاش يمارسوا الرياضه بطريقه صحيحه. بعيدا عن الجوانب النظريه المرتبطه بالرياضه في تبسيط لمفاهيمها وتقريب اساليب الممارسه، دروس تطبيقية لمعرفة مدى استيعاب المستفيدين ورسم المعالم الأولى لرحلة الود بالمجداف، رحلة تنطلق عبر هذه الأبواب المفتوحة بقيادة ذوي الاختصاص علها تجود بأبطال هذه الرياضة في القادم من الأيام. تظاهرات تهدف إلى التعريف بمؤهلات الجماعة جماعة الشاطئ الأبيض سواء مؤهلات طبيعية أو السياحية والجغرافية والمناخية، وإعطاها واحد الإشعاع تعريف بالمنطقة والمؤهلات ديالها، كذلك تعريف بهذا النوع من الرياضات وتشجيع ممارستها لدى جميع الفئات خاصة الشباب والأطفال فئات الصاعدة، وكانت مفتوحة جميع المشاركين، فيها مشاركين أطفال وشباب ورجال من قلميم من الجماعة. المشاركة ديالنا مع جمعيات من منطقة قلميم في الشاطئ الأبيض كتجي في إطار الانفتاح على مجموعة فعاليات ومجموعة فروع من أجل النشر وانتشار هذه اللعبة اللي مهمة، هي لعبة منتشرة على الصعيد الوطني، فبغينا نمدوها للمناطق الجنوبية. الشاطئ الأبيض ضواحي قليمين بغنى مؤهلاته يعد فضاء رحبا لمزاولة هذه الرياضة البحرية، وفي الأفق العمل على تأسيس أندية وفرق لتوسيع دائرة هذه الرياضة بواحدة من الوجهات البحرية الأكثر جذباً بالأقاليم الجنوبية. رياضياً أيضاً وصل لشاطئ فم الواد بمدينة العيون مغامرين قادمين من دولة البرتغال عبر الدراجة الهوائية، الرحلة التي قادتهم من العاصمة لشبونة مروراً بطنجة حتى مدينة الداخلة، ستتوجه نحو بلدان إفريقية عدة. المغامرين أدليا لقناة العيون بالتصريح التالي حول رحلتهم. وجدت الطريقة جيدة جدا، كل شيء على ما يرام بهذه الطريقة، المناظر الطبيعية جميلة وجذابة لا سيما الكثبان الرملية خصوصا منطقة طرفايا الرائعة. نحن من البرتغال، قضينا 8 أشهر في المغرب، تجولنا في كامل البلاد،
وخصوصا هذه المنطقة التي دهشنا بجمالية المناظر الطبيعية الصحراوية بها، كما أن الطريق المحاذي للشواطئ والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل رحلتنا أكثر متعة وإثارة. الزميلة سناء بناوي، ومن خلال تقريرها التالي تطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة نبدأها من يومية المساء، وكتبت: انقلاب يهز المؤسسة العسكرية بالجزائر، حيث تمت إزاحة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول أحمد قايد صالح. وذكرت المساء بأنه جرى تعويضه بالفريق الحبيب شنتو في قائد المنطقة العسكرية الأولى بمدينة البليدة. وحسب مصادر فإن رئيس الأركان بمساندة من ضباط القيادة إضافة إلى بعض قادة النواحي العسكرية رفضوا هذا الانقلاب في المؤسسة العسكرية وهذه الإزاحة، وطالبوا بأن يستقلوا بصفة خاصة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. صحيفة فبراير .com كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: كشف موقع مقرب من لامين والبهالي الخصم اللدود لإبراهيم غالي الأمين العام لإجابة البوليساريو أن 82 شابا صحراويا إضافة إلى 3 نساء قادمين من مخيمة تندوف يتواجدون حاليا في مراكز الاحتجاز بمطار العاصمة الإسبانية مدريد. وأشار ذات المصدر إلى أن العدد المرتفع من الشباب الصحراوي ينضاف إلى أعداد سابقة من الشباب وصلت مطار برخاس الإسباني خلال الصيف المنصرم، مضيفا أن ظروف الاحتجاز غير اللائقة بمخيمات بتندوف، حيث تتم مصادرة أغراضهم الشخصية وهواتفهم المحمولة ويخضعون للاستنطاق من قبل الشرطة الإسبانية. كلها ظروف دفعت هؤلاء الشباب إلى المطالبة باللجوء السياسي إلى إسبانيا. صحيفة الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: قام والي جهة إقليمي مودنون بمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب بزيارة لمقر العصبة المغربية لحماية الطفولة، وشكل حضور الوالي مناسبة لإعذار عدد مهم من الأطفال. وذكرت الأحداث المغربية أن عملية الإعذار جرت بالمركز الاستشفائي الجهوي، واستحسنت شرائح المجتمع بالمدينة هذه الالتفاتة التي تدخل في إطار التكافل الاجتماعي. ونختم جولتنا الصحفية من يومية الصباح، وكتبت: استعانت مصالح المراقبة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنصى بالدرك الملكي لغاية تطويق تحرك أضاحي العيد في الأسواق الأسبوعية واحتواء مخاطر حمل قطعان الأغنام لفيروس الحمى القلاعية. وذكرت الصباح أن هذا التحرك جاء بعدما كانت الحمى القلاعية موضوع حملة تلقيح وطنية منذ منتصف يوليوز الماضي، إذ تحركت الوحدات الصحية المتنقلة لمعاينة حالة مجموعة من الأضاحي المعروضة للبيع في الأسواق. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عابدي الحويض عن عمر يناهز 90 سنة. الفقيد كان أحد أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير، وينتمي لقبيلة إيتوسا إيداوتية. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحومة الشريف البشير والأحمد محمود والسيدة عن عمر يناهز 85 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بسبع. وانتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة قليمينة من تمبارك والبعيريس عن عمر يناهز 77 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت الحسن أيت سعد. وانتقلت إلى عفوه تعالى المرحومة الحبيبة أديب بنت عمار والصالح عن عمر يناهز 72 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أزوافيط أيت الخنوس. انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة رقية الزور عن سن تناهز 58 سنة، المرحومة تنتمي لقبيلة إيتوسا أيت وعبان. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس حارا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم.
مقاييس درجة الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط، حيث من المتوقع أن تسجل 31 مئوية. خمس واربعون بكل من آسا والزاك، 46 بسمارة، 38 بالعيون وبكرة، 43 بقليمين، 25 بسيدي إفني، وسبع وعشرون من المتوقع أن تسجل ببوشتون. أربعون بكل الزمور، 44 بأوسرد، 39 بأم ضريقة، 29 بالداخلة، وسبع وعشرون من المتوقع أن تسجل بالقويرة. بالنسبة لحالة البحر، سيكون قليل هيجان وعلو الموج لا يتعدى المتر والعشرين بحول الله تعالى على طول السواحل الجنوبية. بالنسبة لشروق الشمس غدا بمدينة العيون، سيكون على الساعة 7:31، أما غروبها فعلى الساعة 8:17. مقاييس درجة الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا، 44 بتندوف، 45 بالرابوني، 41 بعطار، 38 بتودني، 27 بباماكو، و 32 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. إلى التذكير بالعناوين. في خطابه الموجه إلى الأمة، جلالة الملك يؤكد أن سنة 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ تسوية نزاع الصحراء. وكان ضمن النشرة انطلاق فعالية الأبواب المفتوحة في ريادة الكانوي كاياك المنظمة بجماعة الشاطئ الأبيض بمدينة غليميم. وتابعنا ضمن النشرة وصول مغامرين قادمين من دولة البرتغال عبر الدراجات الهوائية إلى شاطئ فم الواد بمدينة العيون. ختاما يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون الداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون الداخل الجويتين عبر موقع تابعت جديد البرامج عبر تحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع عادة لهذه النشرة على قناة المغربية. نهاية نشرتنا المباشرة، أطيب المنى والسلام عليكم.